فكش ما فكش ما فكش ما فكش ما فكش ديال المحاكمة. سليمان أحضر اليوم الجلسة ويعني كان في وضع صحي متدهور جدا لدرجة أنه ما كيقدرش يوقف، وقد سأله القاضي على واش يقدر يتكلم أو لا. إذن سليمان يعني وضعه الصحي كان حرج جدا، يعني الوزن ديالو يعني كيبان أنه أقل الوزن ديالو بشكل كبير جدا. احنا ريتما نشوفوا اليوم كان عندنا غرض ان تكون دفوع شكليه، ان الجلسات تبدا وان المحاكمه تبدا، الا انه في الوضع الصحي اللي فيه سليمان الان يعني لا يمكن انه تاخذ المحاكمه مجراها الطبيعي، وداك الشيء عنده علاقه مباشره بالوضع ديالو انه ما يقدرش يجي وما يقدرش يتفاعل، واعتقد انه ممكن مازال يطول في هذه الجلسه هذه. اليوم 41 يوم ديال الاضراب عن الطعام اللي خدو سليمان، يعني احتجاجا على الاحتجاز ديالو على الرهن ديالو داخل السجن بدون ادله ضده، بدون تهم مده ديال 9 شهور. سليمان يعاني في صمت حقيقه. سليمان غاب عن الوعي يوم الاحد في الزنزانه ديالو، يعني وحنا ايدينا على قلوبنا كعائله وكنقولوا اننا نحملكم المسؤوليه الكامله فيما سيجري لسليمان وعمر ايضا زميله. نقول لكم على ان في العهد الجديد عيب وحشومه، ويعني ولا هادشي لا انساني، وهادشي ما ممكن يوقع غير في اسرائيل، وما ممكن يوقع غير في الدول الديكتاتوريه الحقيقيه اللي تقدر تبغي تخلص من الناس بهذا الشكل وبهذه الطريقه. يعني نحن كعائله نتشبث بالبراءه ديال سليمان ريسوني، والدليل هو ان هذا الصحفي ما كاين ضده حتى شي دليل وحتى شي قرينه، وهو صحفي الان اصبح امام العالم صحفي ديال الراي، وان الافتتاحيات ديالو والاراء ديالو والمهنيه ديالو في مزاوله مهنه الصحافه هي اللي خلاته الان بين القضبان وخلاته يوصل لهذا الحل. اناشد سليمان ان يوقف الاضراب عن الطعام ديالو، وان يكون ان معركته عادله وانه من حقه انه يدافع على نفسه بطريقه اللي كتبان له مناسبه، الا انني كنقول له ارجوك اليوم كاينه مسؤوليه ديال العائله ديالك، كاينه مسؤوليه ديال الابن ديالك، وفي هذه الحاله اللي شفتوا فيها احتيوا عليه والحوا عليه انه يوقف الاضراب عن الطعام، وشكرا.